من أنتم؟ من أنتم؟ كريمة سويد مرحبا. عسلامة. شنو حوالك؟ والله نقولوا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. كريمة صباح لاباس. صفا صعيبة شوية الجمعة نعرف، رينا برشا 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 حاجات في التلفزة وفي اللي ريزو سوسيو واحد، لكن اوغوزمون كي شفنا كريمة اليوم إلا لو سوغيغ على الأقل، دونك عندها الابتسامة لاباس. الكارت توجور سوغيغ الكارت لو سوغيغ. دونك كريمة سويد نائبة في المجلس التأسيسي عن حزب التكتل، كنت مقيمة في ليون. هذا كل باش نخلي لكم بعد الوقت باش تحكي عليه بالطبيعة. كريمة، أنا واحد من الناس كان نسأل، يمكن التوانسة جانب كبير منهم يحطها في المرتبة الثانية في الأوريجيناليتي نتاع لي زانترفونسيون نتاعها في المجلس التأسيسي بعد إبراهيم القصاص. أكثر ناس مشاغبين شوية في المجلس التأسيسي. ما نحكيلكمش الكريماس اللي عملته وقت اللي حطيتها في المرتبة الثانية بعد إبراهيم القصاص. بالحق بعد ما تعمل أنت انترفونسيون في المجلس التأسيسي أون جينيرال في لي ريزو سوسيو الكل يبارتاجيو. سكري لو بوز معناتها على الإنترنت والناس الكل تبدا تتكلم. معناها برشا يتكلموا في المجلس التأسيسي وعمرك ما تراهم معناها في حتى بقعة، حتى كي يتكلم مهما يقول معناها ما يخرجش على السطر نقولوا احنا، دونك يشد الصف مع جماعة يتكلم وفات الكلمة وفات غادي. كريمة سويد كي تتكلم ديما تعمل فاق نتاع موجة من فانت تعرف وين هزيتنا انت، بعتنا شوية على نحن كنا باش نبداو بالترتيب، ما انت بديت بحاجة اللي الناس الكل فوالا باش نجاوبو. تقديم المادي، تقديم المادي وتقديم العام. انت نجم نجاوبو. انا ماذا بيا ديجا استدعيتوني المرة هذه وفريمون معناتها نشكركم. هذه الحاجة الأولى. مرة جاي كي نجيكم ماذا بيا تقولوا لي كان معناتها تحسنت في العربي. ديجا انت تحسنت في العربي. انت ديجا لسه فقط عليك. انا طالبه ما عندكم معناتها اكسبريس اف ام الاشرات هذا هكايا هكا ماهو شروط هذا. شروط هذا. هو كريمة ايش نقول لك، احنا نخليوك على راحتك تتكلم على راحتك كيما تحب انت، ونعرف اللي قاعده تعمل في معناها مجهود كبير باش تتكلم بالعربي. وانت مولوده في فرنسا هكا؟ انا مولوده في فرنسا، مولوده في ليون 3 وعشت في فرنسا معناتها حياتي كامله في فينيسيو دونك ديبارتمون 69 رونالب و دو كارتيي دي مانغيت. كارتيي دي مانغيت كي كونو بور افوار دون لي زاني معناتها 80 ماك تعرف لي زيموت و زاد 83 منين تكونت ومشات لا مارش بور ليغاليتي اللي يسميوها لا مارش دي بور. انا معناتها امي جات لفرنسا معناتها من بعد ما عرست مع بابا الله يرحمه. الله يرحمه. كان هو معناتها اوفريي يخدم في فرنسا وقتها لي زاني دي ليميغراسيون. وقتها عمرها 28 سنه معناتها بابا توفى. دونك خلى ماما انا واخواتي زوز، احنا ثلاثه بنات انا في الوسط. وقعدنا في فرنسا وخوالي معناتها اخوات مامون في تونس معناتها في العاصمه هما اللي تلهوا بينا، هما اللي قاموا بينا، ومامون ما عودتش عرست ورباتنا وكبرتنا. دونك هذايا كان يمكن الفتره الاولى خلينا نقولوا نتاع حياتك الولاده، وين كانت الجو العائلي بصفه عامه. انت تقول لي حسب ما تحكي على امك صحات برشا عليكم، يظهر لي معلومه اخرى زاده مهمه برشا لازم الناس الكل يعرفوها، اللي الوالده نتاع كريمه سويد ما كانتش تقرا معناتها ما كانتش دارسه. لا مش دارسه معناتها هي الوحيده في العائله نتاعنا اللي ما مشاتش معناتها المكتب. كان عزيزي الله يرحمه، عزيزي أمي أي بول والدة أي كان أغريكولتور ومن بعد قرى ولاده والكل فهمتني بون تكون ونجموا رواحهم وكل. خالتي زوز مثلا الزنسين فهمتني العرب الزنسين معناتها دون دي زيكول. ومامان هي الوحيدة في العيلة اللي ما قراتش، كانت مع عزيزي الله يرحمه معناتها تعمل في الركروتمون نتاع البيرسونيل اللي باش نتاع الفلاحة نتاع الفلاحة واللي باش يمشي يتلهب الزيتون وفهمت فوالا.
دونك كي مشات لفرنسا معناتها لا تعرف تكتب لا تعرف تتكلم بالسوري لا تعرف تقرا لا بالسوري ولا بالعربي ونجمت روحها وفريمون معناتها تبارك الله عليها يعطيها الصحه ونتصور معناتها عندي زاد ان تري دو كاركتير من هي والعزيزي الله يرحمه كوتي بابا محرز سويد كان ميليتان سانديكاليست اوبوزون و كومونيست فوالا من قصيبه المديون دونك مش من فراغ انت في الميدان السياسي اليوم هذا يمكن ما عرفتوش توفى قبل قبل ما انت تولد انت اي اما حكاوا لي عليا اما في الدم شويه زاد الحكايه معناتها عندي شويه اي عندي دونك هذه كريمة سويد اللي توا باش نبداو معها البداية الكلاسيكية متاعنا دونك كريم نخلي لك بيان سور بار غالونتري تبدا انت بالزوز اسئلة التقليديين اللي هما انت كارك بديت بهم جوستومون من دول بكل العادة حبينا نقدموا شوية الضيفة متاعنا اليوم صحيح ونخرجوا شوية زادة من القوالب الجاهزة شنو توري كريمة سويد نحن في العادة أول سؤال يتسأل للضيوف متاعنا هو كيفاش الضيف يغزل الروح وهو وكيفاش يغزل الناس اللي دايرين به معناتها كيفاش الفكره اللي عنده على روحه هو ندرا فرحان بنفسه ولا لا راضي على ذاته ولا لا في الباركور السياسي نتاعو بما انه نستدعوا سياسيين وحتى في حياته بصفه عامه والتوازن ما بيناتهم ونظرته للناس الاخرين الناس الاخرين كيفاش تشوفه معناتها انت توا تشوف في روحك في تونس التوانسه كيفاش يتقبلوا كريمة سويد يحبوك ما يحبوكش متغشين عليك اوبجيكسيون عندي اوبجيكسيون صغير انا السؤال اللي قالته لي توا انت كيفاش تشوف كريمة سويد والله سؤال صعيب انا نشوف روحي معناتها نرفوزيه برشا ومن الصغرى انا هكا انا نشوف روحي معناتها ما نسكتش ولا ماذا بيا معناتها نتهد شويه علاش لطف لا معناتها السكالم شويه اي خاطر مش باهي زاده للصحه نتاعي هذيك حاجه انا نشوف روحي معناتها في خدمتي قبل كي كنت في السياحة مع من ما كنتش هكا تو اليوم معناتها لونجو ايت امبورطون رانا نحكيو على حريات رانا في قاعدين نبنيو في ديمقراطية دونك انا نشوف روحي معناتها انجاجي افون انا نحس روحي من بعد ساعات كانك في منعرفش كيفاش تقولها بالعربي في اغان في معناها قصر في لا في اغان وين الناس يتحاربوا عرفت اي دونج معناها ما لقيتش كلمه بالعربي ساحه قتال اي ساحه قتال والله معناتها فريمون من بعد ساعات نحس روحي في ساحه قتال معناتها تتصارع شوية أنا عندي دي ديفو فوالا كيما الناس الكل فوالا كيما الناس الكل ودي كاليتي زادة كيما الناس الكل ما نعرفش نكذب هذيك معناتها فوالا مانيش بوليتيك أنا نحب نعطي اون ديمونسيون ديفيرونت للسياسة مانيش هيبوكريت هذيك سي سور فهمتني واللي يمشيخش يلقاني أكاو Et malheureusement, ميكشو hypocrite, ما تعملش كارير كبيرة في السياسة. أنا سي با مون بوت. أنا جيت باش نعاون بلادي، أوسي بوتيت معناتها سوا ما كونتريبيسيون. أنا جيت باش ندافع على بلادي بقلب ودم، إي سو ني با مون بوت. سو ني با مون بوت. ومن بعد نكون وين بلادي تستحقني. نجم نكون في الأسوسياتيف. نجم نكون في لومانيتير نجم نكون وين بلاد تسحقني اليوم في المجلس الوطني التاسيسي غدوه الله اعلم لكن جو كونتينيوري معناتها نعاون بلادي ونعاون معناتها الترانزيسيون ديموكراتيك اللي ماشيين فيها. انت حكيت معناتها حكيت لنا على فتره مهمه باش نرجعوا نحكيوا عليها من بعد وهي دخولك للسياسه ومن بعد كيفاش تشوف روحك ووين باش توصل ندرا ومين باش تكمل في الميدان هذايا ولا لا ساعه هذا سؤال كبير يمكن برشا ناس كيتفرجوا فيك ويتفرجوا شويه فك الفوعه في المجلس التاسيسي وبرشا مواقف وكل شيء يتسائلوا يقولوا كريمة سويد من بعد وين باش تكون؟ اليوم نحن نحكيوا على كريمة سويد خاصه في البدايه تويكا الصغرونه طفله صغيره اللي تحوس في
الحومه في فرنسا كيفاش كانت حكينا شويه على الجو العائلي وقتها خاصه اللي يمكن نحب الفتره نتاع الصغر كنت تفكر في الفتره اللي كان فيها الوالد عايش ولا لا بالكل خاطر توفى وانت صغيره برشا ومن بعد الفتره اللي من بعد كيفاش كنتوا معناتها نحكي على 4 نساء عايشين مع بعضهم كيفاش كانت العيشه والله مانيش باش نكذب عليكم باش نحكي لكم بكل صراحه واول مره معناتها باش تحكيها الحكايه هذه لا صحافه معناتها يسالني في السؤال هذا فما الحكايات هذوكم نحكيهم مع صحابي ما بون انا سي لو بوت نتاع البرنامج هو انا ما نتفكرش بابا الله يرحمه لكن حكاو لي برشا على بابا شكون حكى لي على بابا امي وخوالي ما كنت عندي حتى علاقه مع فاميلة بابا اللي ما تلاهوش بينا و معناتها جو لو رون في با سان ما با مانكي انا بابا معناتها توفى الله يرحمه دان كانسير دو بومون لكن عندي اون ايماج هكا فوغاس لو لي دوبيتال في الصالون فهمتني وبابا معناتها على الفرش هذاك معناتها جو سي با اون ايماج فوغاس انا كنت كنت une enfant difficile une enfant difficile نعرفش كيفاش تقولها بالعربي avec du caractère فهمت بالتونسي يقولوا شيطانه شويه شيطانه شويه ولكن مش شيطانه dans le sens فهمت مش اجيتي mais tu avais du caractère شخصيتها قويه من الصغر كنت في المكتب une élève excellente وما كنت عندي حتى عينه في الدار خاطر ماما ما تعرفش تقرا وكل معناتها كنت اورغانيزي ولا هي باللي دوفوار نتاعي وتوجور اكسلنت وكل ما كنت عندي ان غران ديفو لانسولونس كيفاش تقولها بالعربي ما تقوليش خير بالعربي معناتها خلينا نقولوا لسانك طويل شويه ولا لانسولونس في المكتب لين مره طردوني من المكتب اكيل اج هذا جافي ا بوبري 15 ans فهمت كوليج اي كوليج طردوني في المكتب جيتي اون كاتريام اون كاتريام طردوني من المكتب قد ما عادش نجم تقرب لكدي شنو طردوك معناها في سيونس خرجوك ولا طردوك جمله قالوا لك ما عادش تجي كونسي دو ديسيبلين طرد اي كونسي دو ديسيبلين قالوا ما عادش نجم شنو عملت اعطينا شنو عملت شنو عملت معناتها ديما نرد عليهم في البروفيسور كي يحقرني ما نخليش يحقرني اما لي نوت اكسيلونت هكا الساعة هذيك معناتها الفاميليا قالت ما فماش لازمنا نلقاو لها حل هذه شو عملوا شنو كان الحل؟ أكل خرجت من البيبليك مشيت للبريفي مشيت من البريفي أبارتيغ دو مومون ودخلت البريفي تبدلت كومبليتمون طحت على ديريكتريس مش هايلة جي معناتها هي لا خاطر لا ديسكوتي افيك موا لا سي مو بروندر و كاهو هديت وكي كنت صغيره كنت نموت 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 على القرايه نقرا كل شيء بديت بلي بي دي بيكسو نتفكر جافي 6 ans نتفكر ماما مسكينه سكرت الباب على كنت في التواليت اكتخذت معايا كتاب حطيته سور مي جنو سامحوني كنت نقرا حتى في التواليت سامحوني نقول لكم ماما مسكينه دق على الباب دق على الباب ما بيرسون نو ريبوندي حد مي تفاجات مسكينه مسكينه تفاجات خرجت لي فوازان كون عاد دي فوازان فورميدابل دي فوازان فورميدابل فهمني جات ميشيل ونيكول بالتورنفيس حلو معناتها قاوني معناتها لا تيت دون لو ليفر راقده بالتعب فهمت كنت نموت على القرايه اعطيني الكتبات والبيبليوتيك وامي تهزني البيبليوتيك ونختار الكتب نتاعي ونروح ونقرا والان اليوم نقول معناتها من فينياس دائما و ان كادو جو ناشيت كو دي ليف سي بور سا كي نو ميم با اللي يحبوا اللي يحبوا دور اي مي تروف دور لا كنت صعيبه الحق اما نعش كان نجم نقولها قولي اللي تحب عليه اما جينيروز معناتها
قلبك كبير ديما نخمم الاخرين قبل ما نخمم الروح وماذا بيه ما نتبدلش دونك اسم على مسمى كريمه كريمه وهي كريمه نحن باش نكملوا نرجعوا نحكيوا على كريمه سويد من بعد شويه باش نكملوا نحكيوا على طفوله خاطر الطفوله هي اللي تطبع الشخصيه الكل من بعد نتاع نتاع الضيف اللي نحكيوا عليه الطفوله الصعيبه الحاجات لي سوفنير الباهين زاد نجم يكونوا مهمين برشا عند الاشخاص حتى ولو كان فما برشا نقاط سوداء نجم تكون في حياته الشخص كل شيء بترجع تحكي عليه بتفاصيله من بعد كريمه باش نعملوا نتيت بوز من بعد ديما تسمعوا في تاكوتاك على اكسبريس اف ام حتى للخمسه نتاع العشيه وفي الطبق الرئيسي كما يقول وليد حكني يقول الحكايه هذيا دوك هو الضيف الرئيسي نتاعنا اليوم كريمه السويد في من انتم كريمه مرحبا بك مره اخرى يعيشك ميرسي دوك فتره الطفوله حاجات فما برشا حكايات انت في الصغر نتاعك وفما سؤال مهم برشا انا كنت رحت عليك قبل البوز وهو العيشه ما بين اربع نساء الناس الكل تتساءل كيفاش كانوا يعيشوا وحدهم خاصه في الغربه ماهوش في تونس مسؤوليه كامله المراه تبارك الله عليها المسؤوليه وحدها من بعد وفاه زوجها في صغيرتها ما تمازالوا في عمر صغير بالكدا ما تعرفش تقرا وتكتب في ظروف لازم تتعلم اللغه الفرنسيه ما بين 30 35 سنه ما كانتش 28 سنه 28 سنه معناها صغيره بالكدا في العمر كيفاش كانت العيشه؟ العيشه كانت معناتها 28 سنه ما عودتش عرست معناتها سي ساكريفي بور نو وخوالي دونك اخوات امي اللي في تونس في العاصمه هما اللي تلهوا بينا هما اللي تلهوا بينا وقالوا الامي معناتها انت في بلاد معناتها ديمقراطيه فما الثقافه فما المكاتب وقعد مع البنات الغادي واحنا معناتها هنا ماناش بعد وتو معناتها نولي نعاونوك ونوراك وما قصروش لقيت دعم معناها عاونوكم سور لو بلان فينونسيي عاونونا اوسي سور لو بلان مي فما زاده لو كوتي بريزونس في كوتي بريزونس كوتي ايدوكاسيون زاده اي سور لو بلان فينونسيي انورمومون وكل فاكونس سكولير نجيو لتونس بحذاهم وهما معناتها يخلصوا كل شيء ونجيو بحذاهم ونمشيو كل فاكونس سكولير و سي فري اربع نسي معناتها سي با فاسيل انا نتفكر كي اختي الكبيره عرست معناتها ياي با دوم على ميزون ياي با دوم ما كانش فما رجال انا نتفكر عندي سوفنير اختي الكبيره عرست مع ان هوم كي اجوردي بور موا كوم ان فرير كوكب اسمها عندها ثلاثه اولاد من بعد ان سوار ايل ايتي تار معناتها ايزون سويتي ريستي دورمير على ميزون قعدنا احنا معناتها نو تخوا شامب كل طفله عندها البيت نتاعها فهمت دونك يافي لا شامب دو ما سور كي تي ا سا ديسبوزيسيون قعدوا معناتها باش يباتوا في الدار فهمت سيتي دون لي ديبي راني قبلت تو سي ان تري بسيكولوجيك نحكي لكم جي بري بون نحكي كنت مازلت كنت صغيره معناتها جافي كوا جافي جو بونس جافي 18 ans جافي 18 ans هي عرست وقتها عرست هي سي ماري لافي 20 ans جافي 18 ans شديت امي قلت لها ها مستحيل راجل يرقد في الدار قالت لي راهو راجل اختك مش معقول الكامل تقول فيه لا ما نحبوش يرقد في دارنا ما نحبوش يدوش في الدوش نتاعنا لا ان فيت سا ايتي بون ابري يا يو سو كاب لا دو باسي يا يو سو كاب لا دو باسي بعد اختي كوكب جابت وليد مهدي اسمه مهدي il a aujourd'hui 22 ans donc j'ai vu tout l'aide de ce moment dit et ça a été le premier garçon de la famille où là où le col mehdi quatre char allô les chpik les mêmes chien chouf là où le tortue لا ما نحبش نشوف كيفاش ديما لا هي بمهدي اما ميغا ديما لا هي بمهدي ومهدي اي مهدي ابخي سا ايتي لامور دو ما في مهدي سا ايتي لو بروميي غارسون دو لا فامي مهدي سي لا فيرتي دو لا فامي اي اون سويفي رانيا ياسين ومن بعد اختي الصغيره جابت ثلاثه زاد تبارك الله عليهم ربي يفضلهم يعيشك دونك جابت سيرين جابت امير ومروان دونك العقده تنحات Donc c'était pas évident. Non, c'était pas facile. Mm-hmm. C'était pas facile. Et même, je dirais,
علاقة نتاعك من بعد مع مع الرجال اون ريغل جينيرال ابخي معناتها دون تا في معناتها عندك دي زاتيتود اللي من بعد ساعات الرجال ما يفهموهمش مي سايتي توت ان ترافاي سايتي توت ان ترافاي والحمد لله اليوم يا ربي سافا الحمد لله باش نحكيو نحن بالتدرج خاطر ثم فترات صعيبه نعرفوا الناس الكل تعيشها في المراهقه فتره معناتها يمكن زاد دخول للجامعه من بعد وملاقات عباد ومحيط جديد عليك يمكن بشويه بشويه في التدرج في حياتك اما قبل فما نقطه سؤال ديما وليد في العاده يفكرني فيه وهو حلم الطفوله نتاعك شنو كان كريمه؟ شنو الحلم نتاعك؟ لو غايف دو تون انفونس شنو حبيت تكون كريمه سويد تطلع كي تكبر شنو حبيت تخدم شنو شنو كنت تحلم باش تكون؟ شنو كنت نحلم باش نكون؟ لو غيف دو تا في من ناحيه البروفيسيونيل اي سور لو بلان بروفيسيونيل سور لو بلان بروفيسيونيل بولي جوديسيير قالوا لي لا قالوا لي لا شكون قال لك لا؟ اخوالي علاش؟ نصحوني بورتون انا واحد من الناس نصحوني نشوفك تعمل كارير قويه برشا في البولي جوديسيير قال لك علاش؟ خاطر عندك لو كاركتير عندك تو سكيفو قالوا لي لا نخافوا عليك سي فري كو هي معناها قالوا لي انا نخافوا عليك ونصحوني فهمتني ومن بعد دورت للسياحه عملت كارير في السياحه عندي 17 سنه معناتها في السياحه ما ندمتش نتصورك اللي مشيت معناها ما عملتش بوليس جوديسيير وعملت سياحه نتصور ما ندمتش ما ندمتش لا با ريغريت لا ما ندمتش اما بعد شويه كما الحلم نتاعك بعد برشا مش شويه اما رجعت لها تو شوي اول ما لقيت الفرصه لا هي تو تعمل في البي جي في المجلس التاسيسي انا بربي حبيت نرجع لحاجه اخرى كي كانت اونتر غيمي اجيتي في المكتب وفي الكوليج وطردوها كاريمون من المكتب الوقت اللي مشيت الكوليج بريفي وكيفاش المديره عرفت كيفاش تتعامل معك عرفت كيفاش الانرجي اللي عندك الا كان معناها التا كاناليزي وخليتك معناها خرجت منك لو بون كوتي ونحات لك الزايد اللي ربما كان ضرك في الصغر نتاعك الانرجي الزايده شويه برشا معناها برشا كريمه سويد اونتر غيمي اليوم في تونس وحتى خارج تونس معناها توانسه اللي تلقاهم عندهم يقراوا بالكدا عندهم دي تالون لكنهم اجيتي لكنهم عندهم هكا شويه انرجي زايده اي مالوغوزمون ما يلقاوش المديره اللي انت لقيتها اي دونك ينجموا يمشيوا في ثنيه اخرى جمله معناها من بروفيل معناها نتاع بروميير دو لا كلاس نجم تلقاه دو جور او لوندما ماهوش معناها يخرج من الدراسه والا يمشي في ثنيه خايبه اخرى الوغ كو اللي ناقصهم الا لونكادرومون هكا الرعايه الشخص اللي يفهمه الوليد الصغير هذاك بون ا 15 ans ا 14 ans ا 10 ans ولا حتى ا 18 ans راهو في تونس فما ساعه حتى اللي يبدا عمره 20 سنه ومازال عايش بمخ نتاع الطفل دونك يلزم ان سيغتان مومون الواحد يفهمك الوليد ولا البنيه اللي قدامه وما يحكمش عليه وما يتعسفش عليه في لحظه من اللحظات ديجا انا كنت عايشه في انفيرونمون ديفيسيل معناتها سيتي لو كارتيي دي مانغيت ا فينيسيو ماك تعرفوا معناتها سي سي كارتيي ديفيسيل شعبي نعرفش كيفاش تقول بوبولير وكل اكي معناتها سوري لو ميور اكي سوري لو بلو دور اكي فهمت سا اوسي سا فورجي مون كاركتير وانا جو ريغريت با معناتها مامون هابيت توجور او كارتيي دي مانغيت ما مير هابيت توجور او كارتيي دي مانغيت كما تبدلت شي نفس دار مامون في او كارتيي دي مانغيت انا جابيت فينيسيو جابيت او سنتر فيل دو de Vénitieux, on aime chez le quartier des Manguettes, on a un dishab dans le quartier des Manguettes, on a dit que et je suis fière d'être originaire de ce quartier, parce que ce quartier aussi a forgé ma personnalité, a fait aussi les traits de caractère, la persévérance, ne pas se laisser faire. Hey, bon, c'était pas évident de se vivre dans ce quartier-là avec tous les problèmes qu'on connaît à côté. Je puis qu'il y a eu des problèmes de du banditisme, elle a su faire تحكي معايا تخدمني في البيرو نتاعها elle s'intéressait à ce que j'aimais فهمتني et puis un jour معناتها il y a eu un déclenchement c'était mon anniversaire où elle m'a offert un livre je m'en souviendrai toujours c'était un livre de Gilbert Sinoué l'égyptienne et le jour où elle m'a offert ce livre elle s'appelle Madame Sorel et j'aimerais lui rendre hommage Marie-Paul Sorel. Et c'est le jour où elle m'a offert ce livre, ça a été voilà quoi. Elle s'est intéressée à ce que j'aimais, elle a pris sur elle et elle au lieu de me remettre à chaque fois, elle a fait le contraire.
elle s'est intéressée à moi et ça a fonctionné. Donc, برشا حاجات في صغرك كريمة. Oui. برشا حكايات وبرشا حركة خاصة. برشا حركة, mais des moments de bonheur aussi formidables en famille. شنو أحسن ذكريات الطفولة نتاعك في العمر هذاك؟ شنو أحسن حاجة تتفكرها في صغرك؟ نقول لك لو مومون دو بونور. شنو أحسن لو ميور سوفينير. أحسن سوفينير كي نبدا معناتها ملمومة. En famille, احنا مسلمين لكن نعملوا نويل على خاطر الصغار نبداو maman les enfants mes deux sœurs فهمتني mon beau-frère ونبداو autour de la table avec les enfants le 24 au soir où le كل ما بعضنا c'est des moments معناتها qui n'ont pas de prix ou le dimanche نهار الحد كسكسي كل نهار الحد كسكسي والفاميليا الكل تتلم كيما اليوم انا اي سا سي دي مومون كي نون با دو بري اما تاخذ تشرب البن كيما يقول وليد ولا لا اي مالا وفما البن اي فما البن احنا انا نحب البن ونحب الرهيب انا لا نحب لا البن لا الرهيب اما رد بالك نقول لك حاجه رد بالك من بعد الكسكسي تخلطش الكوكا مع البن شفت كريمة الفترة المهمة زادة الأخرى هي فترة المراهقة من بعد القراية كنت متميزة برشا في قرايتك حسب ما تحكي كانت فترة رغم التميز كان فما صعوبات بما أنك مع توقع طردك رغم اللي حبيت نسألك يمكن الخبر هذا كيفاش وصلتوا لداركم قلت كيفاش وصلت لداركم اللي هما طردوكم بعد حكينا بدلنا المراهقة نتاعك كيفاش كانت الانطلاقة نتاعها لا بيريود ادوليسونس نتاعك اما قبل قولي كيفاش وصلت لخبر الطرد الساعه بلي خاطر هذيا ديما اخيب حاجه الصغير معناتها يوحل شنو باش يعمل كي يجي خبر كيما هكايا كيفاش باش يوصلوا اسكو هما يوصلوا ديريكتومون لدارهم والا لكن فما امكانيه انه يسبق لداره ويقول هو لدارهم راه باش يقع طرده كيفاش تلقى العمليه؟ كيفاش وصلت قلت لك معناتها الانسولونس يبدا يقول لي مثلا في القسم نبدا نشاوش لا مش السبب كيفاش وصلت الخبر معناتها كيفاش قلت كيفاش سمعت بالخبر هذا هي معناتها تتبع لو كارني دو كوريسبوندونس نسميوه بالعربي ما نعرفش كيفاش تسميوه انتم احنا نسميوه الكارني فوالا كارني دو كوريسبوندونس يمشي طول زاد لخوالي خوالي يسايسو وامي مسكينه تقاسي يا بنتي علاش شنو ناقصك يا بنتي عايش بنتي يا بنتي عايش بنتي يا بنتي عايش بنتي يا بنتي اهدى يا بنتي ريث يا بنتي علاش حسلو والكارنيه دو كوريسبوندونس فيه كل شيء مكتوب ولي بولتان اكسيلونت اليف انسولونت بافارد ريبون ما خليهم ما قالوا معناتها يا يو دو سينيو فهمت اما الحق عمري ما ننسى في حياتي النهار اللي طردوني الدموع لي لارم دو ما مير هكا الساعة هذيك فقت على روحي هكا الساعة هذيك قلت لا يفو كال سوا فيير دو موا ودخلت للبريفي ومامون اي بون فوالا لي لارم دو ما مير جو كخوا كأ في جو نوبليري سو جور لا معناتها سيت جو مو سو روندو كونت كو جو لوي افي في بوكو دو مال فوالا يمكن هذاك اللي يفيقك الوقت هذاك باش ولا تبكي سي اما انا هكا توا هكا توا تبيع فيا عايش تبكينا معاك دو كانت فترة اللي فيقتك يمكن فقت في الفترة هذيك ولكن كما الناس الكل وكما الصغيرات الكل فما من بعد فترة مراهقة لادوليسونس الناس الكل تتعدى بها اللي يمكن كان زاد زعزعة جديدة مع الدار هكا ولا يعني خلقت فوضى شويه في الدار فتره المراهقه نتاعك فوالا فوالا فوضى بون ابري انتي روبيل اي فوالا اي سي سا اي سي سا بعد جو سوي بارتي تري تو معناتها جافي 23 ans j'ai été à Tunis dans le cadre de mes activités professionnelles j'ai commencé au bas de l'échelle معناتها قعدت 7 سنين في تونس خدمت في تونس اي aller-retour مع فرنسا داكور اي دونك جو مي سوي سبيسياليزي على ديستيناسيون فهمتني خدمت اسونسيلمون افيك اون كليونتيل فرونسيز بديت معناتها بيلوت فاكونس
Ombad, responsable du service individuel, responsable du service groupe, Ombad, directrice de projet, secteur MICE, Meetings, Incentives, Congress and Seminars. Un secteur, il est très important, Honifitous, un secteur qui est économiquement, sur le, enfin, dans le secteur du tourisme qui économiquement pèse. Et je me suis spécialisée, voilà. Donc, Ombad, à 23 ans, je suis partie tôt, donc. جيت نعيش في تونس لكن ما كنتش عايشة عند العيلة كنت عايشة في الوتلة كنت مع شركة فرنسوية اللي تور اوبيراتور ما عرفش كيفاش دونك كنت عايشة في الوتلة اي سا ما بيرمي معناتها ندور تونس كاملة نعمل تونس كاملة دونك اون بون كونيسونس دو تيران ومن بعد بتيت ابتي معناتها جي غرافي لي زيشلون هذه الفترة المهنية أكثر يمكن ايه. فترة المراهقة نتاعك كيفاش كانت؟ الفترة نتاع الأدوليسونس خاصة نحب نركز عليها على خاطر نعرف اللي برشا والدين يسمعوا فينا يتعبوا ياسر في الفترة هذيك تولي ثم شكون يحب يخرج من الدار فما شكون يولي يتصرف في تصرفات غريبة لا 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 أنا جامي جامي حبيت نخرج من الدار وأمي معناتها سي اون فام معناتها تخي كومبريونسيف اللي خلاتنا معناتها نخرج ونقول لها يا راني خارجه ماشي لك البقعه ذيك وراني باش نروح في الوقت هذا فهمتني نو نو معناتها ما صاروش مشاكل من النوع هذا لا خاطر هي تقول لي بنتي قل لي وقتاش خاطر سينو تبدا مسكينه في الشباك تستنى تستنى في الشباك كان مثلا نص ساعه عندي روتار ما وقتاش ما فماش تليفونات بورتابل نلقاها في الشباك مسكينه وتستنى دونك انا نحس دونك نقول لها يا راني تو نروح في الوقت هذا وما تخممش نروح في الوقت هذا وخلت لنا حرياتنا ومعناتها سنوزا با on s'est pas éloigné du bon chemin ou justement qui خلت لنا حريتنا معناتها كوناتنا ولينا سكوني aujourd'hui voilà نحكيو على الجانب المهني من بعد وين تطورت حياتك ويمكن شبابك تحلت اكثر من بعد مشيت اختصيت وفي السياحه وكما قلت انت ودرت تونس من المناطق الكل تقريبا وتطورت الحياه اكثر باش نرجعوا نحكيو على النقاط هذه الكل من بعد شويه ما قبل نمشيو شويه موزيكا ومن بعد راجعين ومواطنين ديما مع كريمه سويد اللي فتنا في من انتم في تاكو تاك تاكو تاك مازلنا نحكيو مع كريمه سويد في من انتم مازالوا لي روبريك نتاعنا متواصلين بالطبيعه في تاكو تاك مواصلين معاكم حتى تكشي للخمسة حكينا برشا على ذكريات الطفولة مع كريمة سويد نائبة في المجلس التأسيسي كالعادة في من أنتم نحكيو مع الضيف متاعنا في كل شيء كان في السياسة دايور ما حكيناش برشا على المجلس التأسيسي ومناش باش نحكيو جملة على المجلس التأسيسي باش نحكيو عليش ما أما في اللي حكيناه كان فما برشا ذكريات برشا دموع وبرشا فرحة زادة وبرشا ايموسيون كريمة تأثرت برشا مقبلية هو حكيت على ليزيموسيون يمكن الناس مش قاعدة تشوف في كريمة كريمة كي تحكي على روحها وجهها كله يحكي وعينيها تتكلم وتحكي على حاجه تغشش كل جوارح تحكي على حاجه تفرح تبقى تضحك وحدا دايو باغ كونت هذا يظهر في المجلس التاسيسي كي تشوف لي انترفونسيون تاع كريمه في المجلس التاسيسي معناها سي غار كوني تلقاها تقرا في ورقه بهدوء هكايا ديما هو الناس يشوفوا كان الجانب المتعبر شويه معناتها يشوفوا الجانب العصبي اكثر نتاع كريمه هي اللي معناتها يمكن المواقف اللي جات فيها بطبيعتها في مجلس تاسيسي فيها شويه أنا فيها شويه تشنج هذاك هي كريمه معناها هي تتكلم هكاك انت تعبر كي تتكلم هي تعبر شو انت باش تفضها ما بيناتنا ترى اما كريمه صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح انا ما نعبرش بالفرنسويه كيما نعبر بالعربي سي وانا قلت العربي اللي تعلمته العربي نتاع الثوره العربي نتاع الغزول عرفت ما عرفش كيفاش تقول سي سا بالضبط العربي نتاع الغش فهمت العربي نتاع الحق وكي نعبر بالسوري نبدا ولا بالفرنسويه نبدا اهدى نبدا اهدى اليز اليز فوالا اليز لكن كي نعبر بالحق معناتها نعبر كي نحب نعبر افكاري نحط عاش كيش تقول ريم نحط مخ قلبي مخ قلبي من. في الحكاية وكا جزء مهم برشا في حياتك باش نتعديلو توت سويت كريمة وهو الحياة المهنية اللي خلاتك ولا رجعت
العلاقة بينك وبين تونس أقوى يمكن صحيح اللي خويلك هنا عائلة الوالدة الكل كانوا موجودين في تونس وعلاقتك قوية بهم بكي تحكي أما الجزء اللي خليك على أرض تونس ديما في علاقة متواصلة على مع تمشي وجاي ديما ما بين تونس وفرنسا هو الجانب المهني وليد عندك ما تقول أنا فاجأتني توا كنا نحكيه قبل ما نرجع في لونتين فاجأتني قالت لي رجعت لتونس وبديت نخدم ستاج ومن بعد خدمة اون 93 93 ستاج و94 معناها 1993 معناها 19 سنة تبارك الله اي وانا قلت لك عندي 41 سنة هو اسمع لي هذا في فرنسا نسي ما يعطيوش عمرهم في تونس زاد العقل والله هو حب اسمع بس اللي ريم ما تقولكش عمرهم ما حبش يسأل ما حبش يسألك ما حبش ما تغلطش في الزيتور يعيشك ما تحبش يسألك بصفة مباشرة هكا قال لك عندي ريكتومون باش انت وحدك تقول قداش لا ما تبارك الله صافي 19 سنة وانت في الدومين نتاع السياحة التوريزم التوريزم ليفينمونسييل أكثر منه ايفينمونسييل انسنتيف سياحة مؤتمرات سياحة مؤتمرات توريزم اور دي سنتي باتو افيك معناتها تونيزي في ديفيرامون اي ان توريزم جو ديري un peu plus haut de gamme de ce qui se fait plus communément maintenant bah, low-cost. Voilà, voilà, exactement. Donc رجوع كيفاش كان حكينا شويه العلاقه كيفاش عاودت ربطت من جديد كيفاش اكتشفت ممكن علاقه تونس كبرت كي رجعت لتونس سيغتيمون اون طونك مهاجره عندك فكره اكثر نوستالجيك على البلاد كي ترجع شنو بالضبط كيفاش يصير لو شوك خلينا هي هو مش شوك يظهر لي على خاطر الوليده هي كانت تمشي وتجي تعرف تونس بالكدا المشكل اللي ما كنتش ثم مناطق ما كنتش تعرفها ما كنتش ثقافه معينه في اماكن معينه ما كنتش تعرفها ما كنتش تخلط في الناس الكل تمشي المنطقه وين كانت تعيش العيله وتروح فوالا ما كنتش نخلط الناس الكل هذه حاجه كنت نخلط ايسونسيلمون الميليو هو سيتي ان كليونتيل فرونسيز دونك احنا بعاد على المشاكل معناتها نتاع تونس اون جينيرال لكن سا ما بيرمي معناتها دو كونيتر توت لا je dirais sur le terrain ni de voir les richesses culturelles de connaître la civilisation de mon pays l'histoire de mon pays au col ma kunch zeda kunt na'rf li kan dictature bien sûr ama ma kunch معناتها la hiya bsiyasa fahmt pas du tout la fi France la fi Tunis zeda fahmt kunt معناتها dans ma bulle ou fi khedmti ou par contre les relations avec les autres حسيت معناتها اللي برشا رجال عندهم مشكله كي يبداو معناتها ماناجي باغ اون فام فهمتني وتصرفت معاهم كيما تصرف توا في المجلس الوطني التاسيسي سيتادير بالكاركتير وبالقوه ومانيش باش نبدل الطريقه نتاعي خاطر كي تسايس سا ن فونكسيون با سامحني ونجمت روحي خاطر البيرسونيل التونسي وصاروا علاقات معناتها مع البيرسونيل نتاع الوتلر ولي فورنيسور وفهمت ولاو يعرفوا كريمه كيفاش وفي الخدمه اللعب ما فماش الخدمه ماشيه وكهو وكلنا مع بعضنا اسبري ديكيب زاد مش انا اقوى منكم نبدا في التيران معاكم وكلنا نخدم بعضنا وحتى مثلا كي نبدا البريستاتير دو سيرفيس هو اوتيل بعد ساعات تلقاني على الانتيريور دو لا ريسبسيون ونعمل في التري دي كلي وكل alors que c'est pas mon travail le but c'est quoi c'est réussir l'opération وهذه شركه معناتها خدمت فيها في تونس شركه معروفه وبون بطلت وخاطر معناتها فما كونفلي دانتيري وزاد معناتها je me consacre essentiellement à mon mandat de député وخدمت زاد على الانترناسيونال مع شركة فرنسوية ونخدم فريلانس فوالا السياحة حاجة مش سهلة عندي سؤال في موضوع السياحة أنا قبل ما تعدل سؤالك وديد السياحة الناس الكل تعرف لي ميدان ماهوش سهل معناتها فيه برشا عنده مشاكل وفي برشا مشاكل خاصة بالنسبة للمرأة على الأقل خلينا نحكيو على تونس فما برشا ناس وعلى الأقل هذا الكلام اللي قاعد يتقال اللي ديما السياحة سونسيبل شوية فيها فما نظرة خايبة شوية للمرأة اللي تخدم في السياحة
انت يجي نقول لك فما نظره لازم تتبدل هذه داير هذا اش كان سؤالي انا وقت اللي تقال في المجلس التاسيسي بيدو اللي السياحه فوالا السياحه 90% منها اونتر بارونتيز انا عملت مداخله دو توت مانيير انا عملت مداخله للوزير السياحه اللي هو وزير تكاتل سي بورتفي مينستيريال تكاتل على المديونيه على المديونيه وعلى المشاكل نتاع السياحه فهمتني ولازم ديجا الافكار هذا يتبدل il faut savoir maintenant le secteur économique avec maintenant il est très 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 important في تونس et en plus انتي والكومبورتمون تاعك زاد معناتها كيفاش تتصرف في خدمتك كيفاش معناتها تقيم بالواجب نتاعك كيفاش الاخرين اللي يخدموا معاك يغزروا لك ولي ريزولتا اللي تعطيهم فينالمون في خدمتك انا اليوم مثلا في السياحه سيكتور مايس تقول لهم كلمه سويد يقول لك نعرفوا تكلم تقول لهم كلمه سويد كيفاش كانت تخدم يقول لك لا في الخدمه ما فماش لي ريزولتا ريزولتا الحمد لله يا ربي اي جو ني با اون دو لدير اي لا جو نسو نو جو نسو با موديست خاطر سي لا فيريتي يعني انت حكيت شويه على صعوبه قلت ولا خاصه العلاقه ما بين المانجر والمانجي معناتها الناس اللي كولابوراتور نتاعو الشخص ولا غيره خاصه كي تكون الرئيسه هي امراه في تونس وكي تقارن بفرنسا كيفاش الوضع سيغ راك تمشي غادي معناتها العلاقه بنفس مثلا المؤسسه العالميه والمؤسسه الفرنسيه دونك قاعده تشوف الفارق فما فرق كبير معناتها فما مشاكل تعيش فيها المراه اللي تخدم معك كانت في 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 فرنسا في تونس وفي فرنسا معناتها خاصه في تونس خلينا نركزوا في تونس سامحني معناتها باش نقول لك حاجه في فرنسا aussi معناتها ليغاليتي وفما مشاكل كيما هكا لكن في تونس سامحني ما فماش القدر وهذه مشكله للمراه بصفه خاصه تحكي في السيكتور توريستيك لا نحكيش بصفه عامه لا بصفه عامه كيف جو جينيراليز با مش التونس الكل اما الشيء اللي قاعد نشوف فيه توا انا ان طونك نايب مجلس الوطني التاسيسي وليشانج اللي تعمل بعد ساعات سور لي ريزو سوسيو نقعد باهته صراحة heureusement اللي هو فيسبوك ce n'est pas le miroir heureusement le Facebook ce n'est pas la Tunisie par contre اللي قاعد نشوف فيه sur le terrain لا c'est différent مش كيف كيف ما طريقاتي تحكي ماهوش قاعد ماهوش ne reflète pas, la la réalité et la vraie Tunisie انت تقول تبيك الواقع ولا ارض الواقع اللي متواجد فيه اعقد برشا من اللي قاعد يتقال معناتها الوضعيه اخيب برشا من اللي قاعد تحكي عليها يظهر لي خير بالعكس خير. انت تقصد اللي لا رياليتي خير خير من اللي قاعد يتقال في الفيسبوك اي لا رياليتي سور التيران خير من اللي قاعد يتقال في سور فيسبوك على المراه هذه حاجه أي. فهمتني وخير من اللي الحكومه قاعده تقيم ب كومون دير او سي او رول دو غوفرنمون سي دو فير ان سورت كو que la femme معناتها soit mieux considérée ce qui n'est pas le cas voilà انا باش نقعدوا في في موضوع المراه بون peut-être l'ambiance باش تتبدل شويه لكن حبيت نسمع كريمه الغنيه هذيا اسمعها معنا في الحكايه هذه نقفلكم كي الشوكه سيد الوزير هذيا كلام نتاع كريمه سويد في المجلس التاسيسي خذاه رابور عمل حطو في الغنيه هذيا دونك ديجا تاثرت كريمه بالغنيه داير ما نعرفش كانت تحب تحكي فيه الموضوع ولا خاطر جمعه كامله كان هذا هذه هي الاكتواليتي بوليتيك بون احنا ماناش اون اي سوبوزي ما نحكيوش برشا في بوليتيك لكن انا جو دي ميرسي او رابور جو دي ميرسي او رابور معناتها دافوار رولي سو ميساج انا جو لو دي ميرسي بور لا فيكتيم و توت لي فيكتيم انا نتمنى الغنيه هذه يسمح وزير الداخلية يسمح وزير حقوق الإنسان وتسمح وزارة وزيرة المرأة نتمنى نتمنى يسمعها وبس كاو فوالا وبس سيد الوزير دوك هذه هذه مواضيع نحكيو عليها تصور وليد معناتها لازمنا باش تعدي نحكيو على كل شيء الحاجات اللي قاعده تصير الكل سورتو اللي حكايه كي مناكي ويوصل فيها صوت كريمه سويده اللي سيتي اون سوربريز الاغنيه انت وقت اللي وصلتك والله بعثتها لي سيرين une fille très courageuse que je connais en message privé قالت لي كريمه معناتها ماذا بك تسمعها الغنيه واسمعها وسمعت الغنية والعيات اللطف معناتها وليت
بون دو مو بداو يهبطوا ما نكذبش عليكم ما عنديش حشمه باش نقولها لكم. بعد كي سمعت صوتي في الغنيه معناتها زدت اثرت قلت معناتها العيشه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا معناتها عيشه صعيبه ظرف صعيب و... سامحوني يفو كون سو دون لا ما لازمنا الكل يد في اليد راهي صارت قبل مازالت تصير نتصور تكون تصير انكور وحتى في البلاد الديمقراطيه تصير اما ما نجموش نكونوا عندنا فيكتين ومتهمه فهمتني مش معقول و... نحس فيها كي معناتها محقوره و سي دو ميبري سي دو ديني سي دو ديزونور سي عندي برشا جي دي ريفونديكاسيون لازم بصراحه الحكومه تقوم بواجب نتاعها وهذا مش مقبول وكاهو نوقفوا الكل مع بعض ان شاء الله. هذا شنو نتمناو. على كل حال نحن مازلنا مواصلين معكم ديما حتى الخمسه نتاع العشيه. حاضر معنا في من انتم كريمه سويت. الصغر المراهقة الحياة الخاصة بصفة عامة ذي على شنو نحكي والسياسي في تاك وتاك ديما مع وليد برحومة تبسس للحياة الخاصة وليم صعي من رأي الميكرو دوك معكم ومنسينكم حتى الخمسة متاع العشية. ضيفتنا في من أنتم نعود فكركم كريمة سويد عضوة المجلس التأسيسي عن حزب التكتل. أما اليوم نحكيه عليها هي نحكيه على صغرها على حياتها على سوفنير الباهين والخايبين اللي عندها ومن ضمن هذي الكل ديما نلقى فيهم حكايات كل واحد عنده شوية حكايات مخبية هكا حكايات عاطفة سورتو كلنا عندنا حب الاطلاع. دايما وليد انا ما نعرفش ما نحس اللي الناس الكل يقول لي عندها حب الاطلاع تحب اي شخص يبدا معناتها تتقرب منه يا اما تولي تعرفه والا تشوفيه كل يوم في التلفزه والا معناتها يا اما استاغي حتى مش حتى من الاصدقاء ولا المعارف اللي كتبها تقرب منه تولي تحب تعرف حاجات عليه كيوريوزيتي. كيف كيف نحن انتم السياسيين نحبوا نعرفوا على حياتكم كل شيء نحبوا نعرفوا الجانب العاطفي الى اي مدى كان موجود في حياتكم. هي تحب تعرف انا راه وهي لا حتى هو يحب يعرف ما يحبش يقول لك كلنا ما نرى اول قصه حب عاشتها كريمه سويد وقتاش كنت ضحكة في برشا حاجات وداركم وخويلك ومماتك وكلهم يسمعوا فينا توا. كنت حاب نسهل لك شوية. أنا في سنة أولى ابتدائي معناها خمس سنين. سيتادير il faut que je remonte loin alors que. Eh oui. Hein? C'est-à-dire mon premier flirt. Et j'avais 15 ans. 15 ans, ça a été l'âge de. Toutou, 15 ans. Et c'était mon premier flirt, on va dire. Bah, je ne t'ai pas appris. On se tenait la main et on disait qu'on s'aimait. Avec un âge de 15 ans. Hein? Et on se faisait des bisous, bien sûr. الحب الـ 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 الحب وقتاش بديت تحس اللي بالحق معناتها ثم شخص نجم تكمل مع حياتك. بون سي 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 بون مو جو ما عندي حتى مشكل معناتها لا في بريفي سي لا في بريفي بون ما عندي حتى مشكل. انا جافي 28 ans 28 ans quand je suis je 28 ans quand je suis tombée amoureuse de celui qui allait devenir mon mari et qui est devenu mon mari et qui est décédé alors que j'avais 34 ans. Donc Rajli, Allah yarhamo, toi fa. Allah yarhamo. Omri, 34 sni. Donc hadith dans des conditions, bon, manhabch narja alihom ma'nata, mais très, très, très difficile. قعدت سبع سنين معناتها كومبليتمون بلوكي معناتها فيفون دون لو باسي مي هايبر اكتيف ان ميم تان معناتها دون مون ترافاي دون لو ميليو اسوسياتيف لوت كونتر لي ديسكريميناسيون اكسيتيرا اي بي جو سوي دو نوفو تومبي اموروز دان هوم ميرفيو فوالا دان هوم كي مي سوتيان او كوتيديان كي ا مي كوتي et à qui je rends hommage et à qui je fais un clin d'œil et il se reconnaîtra. Voilà. Et je l'aime. Ouais, voilà. Et j'ai pas honte de le dire. Et on s'aime et c'est une histoire, une très belle histoire et grâce à Dieu, les années de malheur sont terminées. Voilà. الحب في حياتك سهل تعبر عليه كريمة معناتها سهل فيسع فيسع بسرعة تنجم الشخص اللي قدامك تحس اللي انت تحبه ولا خذيت وقت الحكاية بالنسبة الله يرحمه معناتها زوجك الأول ولا حبك الثاني خلينا نقولوا هذا
Zaouji Loul, j'ai eu deux coups de cœur, deux coups de foudre qui ont. Voilà, Zaouji Loul, Allah yarahmo, et mon compagnon actuel que j'aime passionnément, voilà, que j'aime terriblement et que j'aime très fort. ما تاخوش فترة طويلة في التفكير قبل ما تاخو قرار كيما هكا ولا تعرف اللي تحس حاجة معينة تجاه شخص لا ما تاخو مثلا ثمانيه تقعد سنوات باش تفيق اللي لعبت هذاك بالحق ما تنجمش تستغنى عليه في حياتك لا هو سهل الحق معناتها إلا ان بو غاليري افيك موا مي Mais bon, mais bon, voilà. Moi, si j'avais su, je n'aurais pas attendu, parce que finalement, j'ai perdu des mois. Mais c'est un homme extraordinaire, voilà. Dima, par la saura, fitounes, le bar, qui n'a choisi ta face. C'est un homme extraordinaire. Tounsi, mais je m'arrête là. Moi, je m'arrête là. نعم ماهوش سياسي ما قلت لك جمعت لا عاد يزين عاد عمان ولدنا كيك على الفلاخت البيزو 15 عام مش من المجلس التأسيسي مستحيل يعجبكش عمان قبيلة حكيت لنا شوية على العلاقة ما بين النواب العلاقة بين النواب في وسط المجلس التأسيسي ما عنديش لا 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 لا, لا. مش نحكي لك على لي ريلاسيون نحكي لك كيفاش تتعاملوا بين بعضكم معناها كيفاش تتعاركوا واحد ياخذ الكلمة من معناها كيفاش انت حاجة تحكيها دون لي كوليس واحد ياخذها لك في البلينيير وبعد نشدوا في الكلوار وتقول له علاش تقول هكاك علاش تقول هكاك يا اخي عاود يستعرف هو يقول راهي سرقتها الكريمة كذو لك صغار في المكتب معناتها بالضبط ريم Tu vas me faire perdre des fans, Rahou. Il veut la halqa bien, mais je n'ai pas qui fait les deux. Ah man, hé, qu'est-ce que tu as dit, Tony? Donc, il veut dire qu'il a presque à la colche, il est en train de jouer les détails, tu as l'enfant. Qui n'est-ce pas, Satan, qui n'est-ce pas, l'Hiwaye, tu me Ah, si. هو تلما فما تفاصيل اخرى اللي ما حكيناش على ما حكينا بون سورتو القرايه هي قالت لي كانت تقرا برشا المطالعه متفاهمين فيها هذيك هذيك لا ليكتور بون ما عنديش الوقت الحق مع ملي دخلت في المجلس الوطني التاسيسي مي جو سوي مي نحكيو عامه معناها مش كان توا معناها بوكس انجليز بابو بيان سور ان لويزير تعمل بوكس انجليز بيان سور اي ان لويزير اي جو ريبران لا دي كو جو تروف ان كلوب اوني في تونس جي اون انتربسيون بوندون توت لا البيريود نتاع الكونستيتيونت مي جو في دو لا بوكس انجليز سي مون سبور وي ما تو بدينا نفهم شويه ما لا يجي تيتر هايل هذا في البودكاست نتاعنا كريم سويت دو بوان جو في دو لا بوكس انجليز يا فات سكري بون هما من قبل يخافوا يظهر لي طب جديد الناس تخاف اكثر كيف تسمع لا خاصه مشوا لي ياخذوا حذرهم اكثر لا ما عندكش الحق ليسونسي شبيك راهو حبسوا بعد قداش عندك تعمل بوكس انجليز تراسيني بعدين يحيوا لي ليمينيتي ديبلوماتيك وحال حليله قداش عندك تعمل بوكس انجليز سافي 6 ans ça fait 6 ans que je fais de la boxe anglaise ouais et ça a été ma psychothérapie ça a été ma psychothérapie تعرفش معناتها سي لو سبور كي ما ايدي ا مون سورتير سي لو سبور كي ما ايدي ا اكستيريوريزي سي لو سبور كي ميد ا مو كالمي شفت علاش قلت لك تعمل كارير هايله ان طونك بي جي بوليس جوديسيير امان تو معناتها تو غاتي تا فوكاسيون جي توا لازمني معناتها توا لازمني توا نعمل مطلب لسي علي على العايه باش نقول له انا راني انا اللي نمشي ننظف الوزاره دوك انا ما نجمش ممكن نخلطوا الاخر وما نسالك شنو احسن غنيه تحبها خلينا نهديوها لك بطبيعه كان في مقدورنا شنو في مقدورنا علاش باش نلحنوها احنا قالك شي اغنيه ما يعرفها حتى حد احسن غنيه نحبها اللي هي لا روب اي شيل دو فرانسيس كابريل ما نصورش عندكم يظهر لي عندك لا لا نلقاوها علاش لا الوغ سي فو لافي فرانسيس كابريل على الاقل انا عندنا حاجه اون كومان انا وياك كان عندكم لا روب اي ليشيل دخلوك الكلوب ري alors كان عندكم لا روب اي ليشيل بقى عندنا لا روب اي ليشيل alors à ce moment là j'aimerais la dédicacer à l'homme de ma vie et lui dire merci هذه فماش احسن من هكا ميساج معناتها شو ما احليهم نائبات المجلس التاسيسي نتاعنا التاسيسي اما كلهم هكا كريمه نعرفش عاد انتوا انت عاد عايشه معاهم توا صافي على الاقل 8 اشهر والله فما بنات ناس ملاح فما بنات كيخ كيخ بالضحك سامحني زاد بعد ساعات نشد في البنات تاع السي بي ار نبدا نحكي لهم حكايه يا
يبداو ونتفرجوا شويه ولا مدام بكر نموت عليها زاد نبدا نحكي لها زاد حكايات اي سلمى بكر نحكي لها في حكاياتي وهي تحكي لي ونبداو معناتها سانو زاد ديكومبريسي دون لي كولوار تفرجتي افلامها سلمى بكر والله لا تعرف الفيلم نتاع شكون تفرجتهم الكل نوري بوزيد سلمى بكر ما كنتش نعرفها قبل من شي معناتها لتونس نوري بوزيد والفيلم معناتها كيما لو بلوس ماركي دو نوري بوزيد سي بنت فاميليا اي فوالا فما فيلم زاد نتاع تشيتا الطيف ابراهيم الطيف alors ابراهيم الطيف en fait ce qui s'est passé c'est que c'était à Lyon il devait venir معناتها وقتها قبل المجلس الوطني التاسيس il devait venir pour présenter son film انا كنت حاضره والنهار اللي كان باش يكون معناتها حاضر فيه امه الله يرحمها توفات دونك ما نعرفوش نعرفو via فيسبوك نعرفو فوالا دونك جي فيو تشيني تشيتا ضحكت الحق معناتها سما في غير شنو شفت اخر شفت ديسمبر فما صحيح نسيت اسم الفيلم ما يعني بدي اي وباش نمشي نشوف لو بروفيسور ان شاء الله اي ديك جي محمود بن محمود محمود بن محمود ديك جي ا مومون باش نمشي نشوف لو بروفيسور تبع سينما كمان باهي معناتها ثقافتك السينمائيه التونسيه باهيه تبع احسن فيلم ما نعرفش التياتر تبع جاوبها ساعه على احسن فيلم تفرج فيه احسن فيلم كل ما تحب تتفرج فيه احسن فيلم مليون دولار بيبي فوالا voilà, ça veut tout dire. Million dollar baby. Donc, avec Clint Eastwood et Morgan Freeman. Et d'où je tiens ma devise, c'est quoi la règle d'or? Il faut toujours se protéger. Voilà. Et le masrah, Wadid? Le masrah, maghrouma bel théâtre? Wallahi, ma handi chouakt. Mchit chouft. Au début, la pièce sur les élections, Fakarni fi SMA. Si t'en fiches, je vais dire. Sur les élections, il y en a eu deux. Il y en a eu une sur les élections, une barre sur Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, Rajaf Farhat. Le Sejn al-Akhir. Chauffe fait théâtre, celle sur les élections. Sous-titrée en français, mais Kent Bedderja. Qui fait Shmane Tassar ou les élections ou Femte. Voilà, c'est l'ESM, donc c'est la pièce, c'est la seule pièce de théâtre que j'ai vue Fitounes parce que j'ai très peu de temps. Sinon, il y a Jebniz les petits restaurants Charbin, Araf de Mekla Charbia. Voilà. انت تحب الماكله الشعبيه انا نموت عليها وين تمشي شنو البقعه اللي اكتشفتها خلينا نقولوا في تونس سورتو البريد اللي فما في الاسواق عندك المهدوي أربعة طواول وانت راس مسلي راس مسلي تعلوش شوية قارس فوقه هذا هذا ولا حوتة تمشمش الراس بيديك بنت الشعب على غالب ما نقول لك كفتيجي وهرقمه وواحد وكذا لا نموت عليهم والله وهريسه وزيتون بس كيفاش كنت في فرنسا تمشي تقمرهم وين فما البلايص لا جو مانج لا ميزون طيبهم هذوما في الدار في فرنسا ما تخرجش تاكل برا شي مامون ريستوران تونسي في فرنسا مستحيل لا سي ان ساكريليج بالحق بيان سور وي وي بلاسفيم راهو يعطيك الصحة كريمة عملت بينا دورة في حياتك اليوم شفنا برشا حاجات معناتها ما كناش نعرفوهم قبل يمكن الناس كانوا يعرفوك بتصويرة في المجلس الوطني التأسيسي اكتشفوا تصويرة أخرى اليوم عليك ديتاي معناتها اللي الناس يمكن ما كناش تخيلهم في حياتك اليوم لقاتهم ورغم يمكن برشا حاجات اللي كانت حزينة شوية في حياتك شفناك بوجه تضحك مع ذاك الكل شخصية قوية وليد تضحك وقت اللي يلزم تضحك وتتأثر وقت اللي لازم تتأثر ومع كل يمكن اللحظات الصعيبة اللي تعديت بهم من بعد نلقاو فم فورت كمان والله يعطيكم الصحه انا نقول لكم يعطيكم الصحه علاش خاطر فيريتابلمون معناتها سايتي ا مومون تري ايموفون عمري في حياتي ما عملت معناتها ايميسيون كيما هذه
Wallah yatikoum essaha, j'ai passé un super moment malgré les larmes, mais j'ai aussi beaucoup ri. يعيش كريمة ميرسي بوكو كان لنا يمكن برشا زاد كيف اللي حضرت معنا اليوم ليميسيون كيما قلنا ليميسيون تري سبيسيال اليوم حبيت انا نخلي لها هي تكمل لو مود لا فان كريمة اذا كان عندك حاجة حبيت تحكيها والا ما نعرفش جات على بالك توا تحب تقولها ولا حاجة ما سألناكش عليها وتحب تقولها ولا حبيت انت نسألوك على حاجة وما سألناكش نخلي لك انا ما نعرفش قداش تحب تاخو وانت تختم نبخت كل مساج نبخت كل عبد والله أنا المساج باش نعدي معناتها للتوينسة ولا احنا في ظرف صعيب عملنا ثورة لازمنا بالوقت ديمقراطية معناتها ما تتنجمش تتبني معناتها في عامين يحبنا الوقت ان شاء الله معناتها نوصله وبربي بربي بربي نكونوا الكل معناتها يد في اليد ان شاء الله هذا شنو نتمنوا نكونوا اليد في اليد الكلنا دوك التوانسه الكل بالسياسيين بالناس الكل معناها الناس الكل نكونوا اليد في اليد يظهر لي هذا احلى مساج نكملوا به اللقاء نتاعنا اليوم مع النائبه في المجلس التاسيسي كريمه سويد ريتوها يظهر لي في فيرسيون اللي ما ريناهاش قبل عندكم اكسكلو عاد اكسكلوزيفيتي حتى يعطيك الصحه كريمه ميرسي بوكو دونك باش نكملوا حتى كشي للخمسه نكملوا بالطبيعه مع لي كرونيكور نتاعنا وقدوا سمعونا على اكسبريس اف ام راجعين بعد هذا تيكو تاس